السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله منا ومنكم، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته. أسأل الله جل وعلا أن يشرح صدورنا ويهدي قلوبنا ويوفق أرواحنا وقلوبنا وجوارحنا لطاعته وعبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أسأل الله تعالى لا يذهب أو لا يخرج رمضان إلا وقد غفر لنا ورحمنا وتقبل منا ورفع قدرنا وعلى شأننا. اللهم آمين آمين آمين. أحبكم جميعا في الله، وأسألكم الدعاء في هذا الشهر الطيب المبارك، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم الشفاء من كل داء والنصر على الأعداء. اللهم آمين آمين آمين. أحبابي وإخواني، تكلمت من يتابعنا على اليوتيوب على الفيسبوك، وإن كنت هذا الموضوع لا أريده ولا أحبذ التكلم فيه لأن الحق قد ظهرت، لكن هناك عجل مذبوح لا زال يترنح هنا وهناك، لعله يجد مع قتله قتيلا، وأرجو كلامي يكون فاهم واضح. لكن الحمد لله، الله عز وجل يعرف، الله عز وجل يعلم سبحانه جل في علاه، يعلم سبحانه جل في علاه ما تكن صدورنا وما تحدث به نفوسنا، وهذا أمر عظيم. سطر هذا الكلام جيدا عليه بأسطورة عظيمة جدا. الله تعالى يعلم ما تكن صدورنا وما تخفي نفوسنا، وهذا أمر عظيم. فالعجب أن ترى الناس مقبلين على شهر رمضان ويحملون في قلوبهم الحقد والغلة والضغينة والحسد، وأن يحاربوا أهل القبلة وأهل الإسلام. نحن لا نقدر أن نطلع على الأفئدة على قلوب الناس أبدا، لكن نتكلم عن حقائق وقرائن وبراهين هي عظيمة جلية واضحة بإذن رب العالمين. أقصد بهذا الفتنة التي منذ أن جاء الحبشي إلى المغرب، هذه الفتنة التي أصلا قبل أن يأتي وهي فتنة واضحة المعالم، أني أنا في صراع مع فريق ليس من المعالجين، ليسوا معالجين ولا من أهل الاجتهاد في هذا الباب، ولا حتى فقهاء ولا طلبة علم ولا علماء. هذا مسألة. ثم بعد هذا الصراع هناك أخ بالبصيرة حفظه الله قال أن يكون هناك شيخ يحسم في هذا الأمر وله علاقة بالباب وبالرقية. قلنا خير لما علمنا من هو، وقبلنا به وقدمنا له كلاما طيبا، وحضر، ونحن جئنا من خارج المغرب من أجل هذا المجلس الطيب الذي نسأل الله، كن نسأل الله أن تحضره الملائكة للشياطين. أقولها، كن نسأل الله تعالى أن تحضره الملائكة للشياطين، لأن ربما كنت هناك شياطين جالسة لكن تلبست زي بزي أهل السنة. أقولها، فهذا أمر ثابت في السنة. فالشيطان لنا عدو، لنا عدو، نعم، يجري في الدماء، قد يكون معنا في البيوت، وقد يتشكل ويتجسد أيضا وما يدريك. على أي، أحبابي وإخواني، هذا الأمر أخذ مأخذا عظيما، وهذا المسلسل هناك من يسعى أن يبقى طويل، مع أني لا أتكلم فيه، إن نحن لنا هم واضح جلي وهو نفع البلاد والعباد، ليس الكلام. أنا أقول كالنساء، لا، حتى النساء الآن تعمل وتسعى وتجتهد بفضل الله سبحانه وتعالى، بل أقول هذا من فعل الفساق ومن فعل الفجار والضلال. نعم، هذا هو فعله، الوقيعة والدسيسة بين الأحباب والإخوة، ومحاولة إسقاط الدعوة والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى بأي وسيلة والعياذ بالله. لما شهد بالبصيري اتهم أنه خرج من جنازة، والخارج من الجنازة إيمانه يكون عالي لا في الأرض، إذن حقا نقول شهادته حق. وخرج بعدها، وقيل لما أنه حضر جنازة كأنه تأثر بها، خرج الأخ بالبصيري وقال لا زلت أصر أن شهادة حق، بمعنى ما قلته أنا حق في ذاك المجلس. خرج الأخ الوزاني، شيخ وزاني، وشهد شهادة حق. خرج الأخ عبد القادر في الدار البيضاء والأخ رضوان،
نفس الكلام. خرج بعدها، خرج بعد ذلك عبد القادر الكاتب العام وقال نفس الحق. حتى شهد والد أخ بالبصيلي، شهد يحيى أبو يحيى وقالوا نفس الكلام. هل بعد هذه الحجة، حجة 10 رجال شهدوا بما قلته بفضل الله سبحانه وتعالى، هل أغريتهم؟ أعطيتهم المال؟ أم بالنفوذ خوفتهم؟ أم هددتهم؟ أم أني ساحر وسحرتهم؟ فلا يستبعد هذا الكلام أيضا لمن لا يخشى الله عز وجل ولا يخاف الله سبحانه وتعالى. وقد قيل، وقد قيل في آخر مجلس كان بيننا لما ذهبت مع أخ أبو ناصر حتى أوفق بينه وبين أخي بلبصيلي في مدينة أكادير من أجل الصلح، هكذا نسعى، ليس في الفساد والإفساد والوقيعة والدسيسة والبغضاء، ووفقنا بفضل الله عز وجل في هذا. جاء دخل علينا أبو يحيى، كان في سفر وجاء عندنا بعد ما كان اتصل عليه أصلا أبو ناصر من أجل التنسيق، من أجل الفرع الذي هو يأخذ مسؤوليته وأمانته هناك في أكادير. جلس معنا أبو يحيى وكان اللقاء وكان التسجيل، وتكلم بما تكلم لا أكرر، وقال كلاما عظيما جدا في حق الحبشي، ولم يلزم أحد بهذا القول، ولم نصيب بهذا القول، ولم نكن نعلم أنه سيقوله أصلا، ما اتفقنا على الكلام. بعدما سجل هذا المقطع وضعته كاملا، إذا بعد يومين يتصل علي ولسانه وصوته وصدره فيها الخوف، فيهم الخوف، وقال كلام، إذا نفى هذا عندي إحنا كلام آخر. فيقول لي أنا لست مؤهل للحرب، وهذا الكلام خلق لي مشاكل مع أهلي وفي عملي وكيت وكيت وكيت، أرجو أن تحذف ما قلته. قلت بعد اتصل علي وأنا أحاول أرى إن كان هناك حل لهذا. بعد يوم إذا به يخرج بمقطع يمجد الشيخ ويذمه خاصة، أو يقول كلاما يعني غير طيب، مع أن قبل أن نلتقي بالشيخ في اللقاء الأول اتصل علي أو كان اتصال بيني وبينه وقال إياك أن تقول الشيخ وإياك أن ترفع قدره، ثم يحاول نقلب عليك وكيت وكيت وكيت، إن قال كذلك غير كذا فهناك كلام آخر. أنا لا أكذب عليكم. المهم أحبابي وإخواني أن هناك سياسة فرق تسود، حاولوا أن يباعدوا بالبصيلة حينما شهد وما استطاعوا، وحاول شيخهم حينما تواصل مع الوزاني أن يأخذ منه كلاما وأن يضعه، هذه أخلاق. المهم هذه أقوى الأسلحة الموجودة الآن على أي الحرب، كما يقال خدعة، هم الآن يحاربوا بأي شيء، يلقوا الصندلة يضربوا بها ماشي مشكل، كيف بالصندلة ولا الماعون. مشكل ولا مشكل على أي. فحاولوا الضغط على أبو يحيى لأن كان عندهم مشكل قديم، وضعوا منشور يظهرون فيه أن هناك من يصب الرب، وأن هناك من هناك ساحر، وهناك وهناك. فهددوا أبو يحيى بمقطع قديم كان يوصي الناس بالاستحمام بالدم، وحين أنا كنت أدب عن هذا المشكل كان تقريبا 3 سنوات، قبل 3 سنوات، والرجل قد أخطأ في هذا، يعني اجتهد وأخطأ في هذا، وانطلقت هذه الفتنة. السؤال للعقلاء، هل يعقل بعدما شهد هذه الشهادة أنه الآن يهدد بملف قديم؟ للأسف الشديد أقولها وأكررها وأعيدها، أصبحوا هم وشيخهم لا يبحثون إلا على الزلات وعلى الأمور التي سقط فيها المعالجون في 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 أشياء ربما اجتهاد أخطأوا أو تكلموا في أمور أخطأوا فيها، كي تكون كأداة ردع أو كأداة حرب وقوة ضاغطة من أجل أن يكونوا معهم في قبلتهم في الحرب الذي هم يخوضونها ضدي. حينما ترى أن شيخهم لا يتكلم عن إيجابيات المعالجين المغاربة وإنما يتكلم عن السلبيات، أي إنسان الآن عندهم محرك آلي، أي شيء يضعه المعالج سواء كان منشور أو مقطع إلا وخاصة إذا كان فيه خطأ، إن لابد أن يرفع، حتى ربما هو كتب وتراجع عنه، هم قد سحبوا وصوروا واحتفظوا به في خزانتهم السوداء الشيطاني. هل هذا يعقل؟ طيب هو قد أخطأ في هذا،
فلماذا بعد 3 سنوات الآن تهددونه بذاك الخطأ وأرغمتم حتى يتراجع عن شهادته؟ وقلت له أنا شخصيا في اتصال بيني وبينه، محمد اتصل علي، قلت له الإشكال ليس في المقطع يزال، المشكل هو أنك أنت الآن تضع رقبتك للأعداء، ليس بالنسبة لي، بالنسبة لك أنت. الرجال مواقف، حينما تحيد عن هذا فدائما أي إشكال، أي موقف يكون لك، فانتظر على أنك لابد أن تقطع الرأس سمعا وطاعة، وإلا هددت من جديد. وإلى متى؟ خطأت أخطأت، وأقول وأفتخر بها، أنا أخطأت في هذا وأتوب إلى الله. أين المشكل؟ هل بيدهم مقاليد مفاتيح الجنة والنار؟ ومن هم إذن؟ مفهوم، لكن أين هي الشخصية يا إخوان؟ أنا أتكلم عن المبدأ. الإنسان لما يكون يسير في نهار ليس في ليل، وعنده قوة وعنده اتزان وعنده يعرف من هو، عشان معرفة قدره، حينها لا يخاف من الخفافيش ومن البوم، لا يخاف من الأفاعي والعقارب، لأن يعرف سلاحه ويعرف قوته ويعرف الضوء الذي بيده وفي قلبه وأمامه في ناصيته وفي عينه بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن الذي يكون في الغبش وبين بين، هذا صعب، أي سهل إسقاطه أو تخويفه. ولهذا اليقين أمر مهم في الجانب الإيماني وفي الجانب حتى الدنيوي والعملي، اليقين أمر مهم جدا صراحة. على أي خرج أبو يحيى بمقطع بعدما اتصل عليه وبين أنه تحت الإكراه والضغط، خرج بمقطع أصبح يمجد فيه الذي كان يحذرني منه، والذي تكلم فيه بما يغنيني عن الكلام ما قاله في المقطع، يعني كلام قوي جدا، فكيف تغير هذا؟ لأنهم هددوك. الآن الأعداء يسلكون سياسة فرق تسد، حاولوا مع أبو البصيلي، ثم حاولوا مع والإشكال أن الذي يدعي العلم والمشيخة هو من يقوم بهذا الفعل، يعني حينما ترى يتكلم بلسانه مثلا ويحاول أن يزعزع عاطفة البصيلي ويذم مثلا الجهة الضعيفة الوزاني، وهذا أنا أخرج لكم واضح جلي. إحنا كنتكلم مع الجن، يعني مش الإنس، صار نتكلم نجيب لك الكلام اللي مع الدورة، يعني الكلام يكون واضح، يعني إحنا مش أغبياء. فالإشكال أن نحافظ على العنوان العريض باللبصيلي، يعني نطعن فيه ثم نحيه، ضربوا شيكوي وشيبخ، هي السياسة المتبعة الآن، ونزعزعون قدو في نفس الوقت، ولكن اللبنات القصيرة والصغيرة نسقطها ما استطعنا، لأن هناك السبح قوة، لابد فرق تسود. الوزاني تواصل مع سرا أسقطناه، وليس أنا لا أعد سقوطا، هذا أمر عادي، إنسان يتكلم في الخاص كذا، قد يتكلم في حالة ضعف أو في حالة في أحوال شتى. أنا كنقول هذا الكلام ليس دفاعا، ولكن كنتكلم من باب علم النفس وعلم السلوك وعلم بزاف الأمور، الذي يعقل ويفهم هذه الأمور. يسمعنا أنا صافي، حينما يسقط إنسان في حقي وإن ذمني أنا سقط عندي بالمرة، لا أبدا، لم يسقط عندي. أنا أي راقي في المغرب لم يسقط عندي، حتى من عاد حاربوا لي سنين قال لي الحبشي لماذا تصلح معهم وكذا، لا، إخواني وأهل بلدي ودمي، ولو يكون صومالي وسوداني وأخي في الله عز وجل، وإن تخاصمنا أصلح خير، هكذا قال ربي عز وجل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم الذي يبدأ بالسلام، خيرهم الذي بالسلام، الأمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، خيرية هذه، مفهوم. وأين نحن قول الله والعافين عن الناس والله يحب المحسنين؟ على أي أحبابي وإخواني؟ فقلت أحبابي وإخواني، على أن فرق تسد هي السياسة المتبعة الآن، هي السياسة المتبعة الآن، سلكوها مع باللبصيلي ولم يفلحوا في ذلك، وعليها عدة أدلة وبراهين مما ظهر ومما لم يظهر، وكذلك في مسألة الفقيه الوزاني الشيخ المصباح الوزاني، وكذلك في مسألة أخرى مع أبو يحيى هددوه بخطأ. وهنا تضح لكم معالم الرجال وأخلاقهم، كيف تهدده بشيء أن تمسكه عليه من أن يغير الشهادة، وكنت تذمه، وحين تصبح الآن أنت الآن راض عنه، كأن بيدكم أنتم الرضا والسخط بيدكم الرضا والسخط، بيدكم الآن العزة والذلة، أف وتوف، خاب من ظن فيكم هذا، هذا لله جل وعلا، يعز من يشاء ويذل من يشاء، مفهوم؟ إنه الله سبحانه وتعالى، ليستم أنتم ولا شيخكم أبدا، لستم أنتم بالله، والله لستم أنتم. الآن علامتكم ظهرت للعالم،
تحاربون ولستم معالجين، وإن كنتم معالجين فشل، خذوها مني من النهاية. الذي يتزعمكم ويترأسكم الآن جاء بنية الإصلاح، جئنا به نحن بنية الإصلاح، وقبلنا أن نقدم عليه بنية الإصلاح، لكن هناك قرائن وأدلة كثيرة تبين على أنه جاء أصلا مفسدا، وأتحمل مسؤوليتي، وليس كل ما يعرف يقال وكل شيء في وقته وحينه. جاء أصلا مفسدا، بمعنى أقول لك هذا اتهام خطير، جاء هو يضع يده مع الفريق الآخر، هل عندك ما يثبت؟ في وقته وحينه. جاء وعنده عنده اتصال وعنده ربط وعنده تآخي ومحبة ومودة وربما عناق ومبيت وسهر وسمر مع الآخر، وهل هذا يعقل؟ هل هذا يعقل؟ لا يعقل أصلا، صح؟ وهذا هو الحاصل إخواني. جئت أنا رضينا به على أساس أنه مصلح، فإذا هو مع الفريق الآخر، أي نيته كنيتهم إسقاط نعيم ربيع. والآن أقول له ضع المقطع كاملا، ولم يضعه، بح صوتي أقول له ضع المقطع كاملا. والآن كيف؟ قلت لكم هذا سيأخذ منه ثواني لنية لغرض في نفسه، وبالفعل هذا ما يصنعه الآن، يريد الآن أن يسقط عبد القادر. معنى قال في اللقاء قال خير معادي، هو أراد أن يأخذ كأنه حج عليه، كما قال علي أنا سأضع، أنا قلت سأتبدل وسأتحول وتغير، قلت نعم، قلت هذا الكلام، قلت إذا كنت أنا أثني وقتي وعمري من أجل هذا المجال ثم تأتي أنت الآن تتحدثون بهذا الكلام، إذا لابد أن أتغير ولن ألقى هذه التهم أصلا، اجتهادي هذا لأني أريد أن أجتهد مع الناس لصول العلاج ساعات طويلة، وإلا كنت أقرأ عنك كما تقرأ أنت. هو بنفسه قال لي لما تتعب نفسك ثلاث ساعات، قال لي هكذا، قال لي يعني أنا أقضي الوقت أمام الحاسوب، وهل وقال لي وأعطيهم برامج علاجية، هكذا قالها لي، وهل يستوي من يبح صوته وانحنى ظهره من أجل جلستي في ثلاث ساعات وجلسة متواصلة مع من يكتب الإرشادات والوصفات بار إيميل، هل يستوي هذا وهذا؟ قال لي اصنع مع الناس هكذا، وقال كلام كثير يدينه، ولهذا لا يستطيع، كل مرة نتذكر شيء، لا يستطيع أن يضع المقطع كاملا، لأني أعلم ماذا قلت وأعلم ماذا قال وماذا قال الإخوة. الحمد لله الذي في السر والذي في العلن، لا أتكلم بالدسيسة، ولهذا لو مسكوا علي شيء لوضعوه، لا شروه بالمال، لو مسكوا علي شيئا أنا لوضعوه شروه بالمال، ولكن ما أتكلم فيه في السر مع الإخوة هو الذي أتكلم فيه معكم على العلن، مفهوم؟ ليست عندي، لا أبيع المبادئ والمواقف، ولله الحمد والمنة، وأقولها خبتم وخاب سعيكم، خبتم وخاب سعيكم، وأقولها قرن الشيطان في المشرق وقرن الشيطان في المغرب، وأتحداكم جميعا. لما؟ لأنكم ليس فيكم حق الرجولة، وليس فيكم حق يعني الالتزام، كيف الآن أنكم ناس شهدوا وأعطوا عهدا أمام الله سبحانه وتعالى أنهم شهدوا شهادة حق ثم أنتم تكذبونه وبينوا الحقيقة وتحاربونهم وتهددونهم؟ أي دين هذا؟ بالله عليكم أي دين؟ ماذا تريدون؟ سلمنا غيرتم الحقيقة، ماذا تريدون؟ النهاية هي فرق السود، لا يبقى معنا عمر ربيع لا صغير ولا كبير، وأن يرى ما هي السياسة. الآن بدأت تتضح المعالم، ما هي المعالم؟ الذين شهدوا معه الآن هم قد غيروا الشهادة، إذا أنا إما نعتم المال أو خوفتهم، أنتم من أراد أن يهددهم وعندنا ما يثبت، إذا أمركم جلي ظاهر واضح، فعليكم أن تخشوا الله. والرسالة هذه للعامة للرقاة، سوف تسألون يوم القيامة، من ليس عنده مبدأ لا ترفع له قائمة أبدا، خذوها مني، سواء في الأمر الدنيوي أو الأمر الديني، من ليس له موقف لا يرفع له قدر، لا يرفع له قدر. أنتم الآن وقفتم على الحقائق وعلمتم من على الحق ومن على الباطل، أرادوا جاهدين أن يلصقوا بنعم ربيع بساق الخرافة ما استطاعوا، لساق البدعة وما استطاعوا، لساق الضلالة وما استطاعوا، وعدت ربما يصبح حتى السحر. بالمناسبة اتهموا
من أجل هذا غير الشهادة وخوفوه، اتهموا أنه بهذه الوصفة تقودكم الدم. وحينما كان الحبشي، من جاء بالعشاء؟ جاء به أبو يحيى. والذي جاء بالعشاء جاء به، والتقينا به وهو يأخذ المشويات المشاوي، وجاء به. حينما وضع العشاء، ما مسته يد الحبشي، ولكم الفهم لأنه اتهم بالسحر وبالدم، ما مسته بتهمة الليل وبتهمة بحجة الليل وأنه كذا وكذا، وصلنا حتى للدرجة أن المغاربة يتهموا أنه صحارى على أيدي المغاربة وعلى أيدي من أرادوا أن يتربعوا على قبة. أنا ما بغيتش نتربع على قبة الرقية، أنا نتربع على قبة قلوب المسلمين بفعل الخير في المشرق والمغرب، والدعوة إلى الله والنصح. والحمد لله الإخوة يكون معنا وكيعرفوا الناس، كيجيو كيتصوروا معنا في الشارع، في المطار، في البياج، في الأسواق، في المساجد، يجلسوا معنا ويسقسيونا، يحبون يعانقونا. كاين اللي كيلقى غير السيارة ويتسناك باش يعانقك ويسلم عليك، فهمت ولا لا؟ في العالم ماشي غير في المغرب، ولو تكون لابس لباس رياضي ومخبع يعرفك بفضل الله عز وجل، مفهوم؟ إذا هذا الأمر ما كيتباع ما كيتشرى، هو أمر لله سبحانه وتعالى. شنو باغي نتربعوا على أش؟ بأي شيء؟ هل أنتم رقى؟ شمروا، نتعلم منكم. على باش بغيتوا تبانوا للناس مصلحين، جلوا العلم، نتعلم. إلى الآن حرب في الهواء والفضاء، في الخواء، مش نوالوا، لم نرى شيئا. جلوا لنا العلم في المسائل، ما استطعتم ولن تستطيعوا، فقط الكلام من أجل التشويش على عقول الناس، التشويش بالعناوين والكلام في الأمور العامة فقط، أما الجزئيات بجزئياتها العلمية ما تقدروش عليها، وتدعون كذا وكذا وكذا. بالله عليكم، بالله عليكم، ما قدرتوش تحاسبوا نفوسكم إلى الآن؟ لما أنكم تهدوا الناس ما قدرتوش تحاسبوا نفوسكم إلى الآن؟ لأنكم كتخوفوا الناس. ملي جات الشهادات ديال الإخوة المجلس كامل، هل تواطؤوا كلهم على الزور وعلى الكذب؟ بت بالله بصير يشهد، وقال هذا الإنسان الذي فيه لمسة الشرع والدين حينما قال هذه الشهادة الطيبة، بماذا بدأ؟ أرجع للفيديو، قال: من غشنا ليس منا. رسالة قوية للحبشي، وقال كلام، اسمعوا ماذا قال: كل من كانوا جلوس في اللقاء الذي كنا فيه كلهم شهدوا كلام خطير قوي جدا، هل بعد هذا الكلام كلام؟ أم تحاول كل مرة أن تصطادوا واحد على حدة، إما على الخاص أو بمكالمة أو بتهديد أو بوعد ووعيد من أجل أن يغير، حتى تقول للناس انظر هؤلاء الذين اجتمعوا جزأناهم وفرقناهم سياسة فرق تسود، هم الآن يقولون خير ذلك، هذا الذي تريدونه؟ بالله عليكم، بالله عليكم، يعني واش فعلا فعلا أنتم عندكم إيمان وعندكم عقل وعندكم ضمير؟ بالفعل عندكم كتصلي وكتأمنوا في الفاتحة وفي الركوع والسجود وفي الدعاء واليوم الآخر؟ أنا أمركم عجب، أقسم بالله الأمر عجب. وإن تعجب فالذي هناك في المشرق أمره أعجب صراحة، يعني يدعي العلم وهو يعرف أنه وضع يده، وقلته وكررها، وضع يده مع من هنا من أجل إسقاط نعيم ربي، ويتهم اتهامات لا صديق بيتي أنه صار أكاديمي وأني كذا وأني كذا، وسبحان الله العظيم، وجاء إلى هنا ولم يجالسني. كل هذه الأدلة الآن، ولم ما استطعتم أن تقولوا الحق ظهر، وقل جاء الحق، سبحان الله. إذن الآن أنكم الآن وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، اتقوا الله في أنفسكم، تحاسبون بين يدي الله وتبقون على شهر المغفرة والرحمة. كيف أنتم تظلمون الناس الآن وترتدون رحمة الله في هذا الشهر؟ كيف أنتم تظلمون الناس؟ والمصيبة هي إذا كنت تظن أنك لا تظلم، هذه مصيبة أخرى. إذا كنت تظن أنك لا تظلم الناس هذه مصيبة أعظم.
فاسال الله لي ولكم التوفيق. انا ما وضع لا ورقه لا والو، فقط جا هذا المقطع اللي شفتو السدل فيه، شفت غير جزئيه ما كنتفرجش المقاطع ديالو، فيه جزئيه انه السدل بكلام عبد القادر. ثم علمت كذلك ما على مساله ابو يحيى، فاحببت ان ابين لكم احبابي واخواني، والا والله الكلام في هذا الموضوع من الترهات ومن السفاسف ومن اللغو ومن الباطل ومن الجدال الذي يمقته الله عز وجل. وانا اصلا لا ارضى بهذا الموضوع، لان الناس الحمد لله تصلنا الرسائل من الخليج من المشرق والمغرب، الناس علمت الحقيقه واصبحت تراها رائعه بفضل الله سبحانه وتعالى، خاصه كثر خرجت التي خرج وعدم وضعه للمقطع، والان زبط البلة انه يستدل بجزئيه منه. خلاص اقولها لك بها بدات، عجل مذبوح يترنح، واصنع ما شئت، وقدم وأخر ما شئت، بيننا وبينك حساب عند الله سبحانه وتعالى، بيننا وبينك رب حكم عدل يحاسبك عن ما تخفي وعما تعلن وعن قصدك ونيتك، ويحاسب نحن كذلك عن قصدنا ونيتك، إن كنا نتواصل سرا في المكر والخديعة والطعن واللعن، إن كنا نتواصل الله يشهد علينا، أقسم بالله أني لا أصنع هذا، وإذا كنت أصنع هذا مع أي فرد فأنا أكون أقول له من هذا المنبر فضحني، أنا لا أتواصل مع الإخوة في هذه الأمور، يعني طعن فلان والغدر بفلان وقع بفلان دس فلان، أبدا الحمد لله، وقتي هو أسمى من هذا، ربما بهذا أنصر بفضل الله عز وجل. إن تواصلت فحتى وأنا مكلوم مظلوم لا أظلم الناس، وربي يشهد، ولا أقول من باب الضعف ولكن من باب دين أدين الله به سبحانه وتعالى، مفهوم؟ والحمد لله على هذه النعمة، هذه نعمة أن يكون قلبك طيب سليم من الحقد والغل، هذه نعمة عظيمة احمد الله جل وعلا عليها. نعم تظلم بها لكن احمد الله، هي نعمة عظيمة جدا، قد حرم خلق كثير، فالحمد الذي فضلنا على كثير من خلق تفضيلا، هذه نعمة عظيمة. والله إذا وجدت نفسك قلبك لا يحمل حقدا ولا غلا ولا ضغينة ولا حسدا ولا مكرا، احمد الله عز وجل. أنا أشهد الله على ما في قلبي وصدري، ليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد، ولست بالخيب، ولست ضعيف، ولست سفيه، حتى يبين الأمر. وأقول لمن يحارب نعيم ربيع، جلي حقيقتك، من النهاية شنو بغيتي؟ من النهاية شنو بغيتي؟ ماذا تريد؟ إسقاطه ليس بيدك، الذلة ليست بيدك، الفقر ليس بيدك، خذها مني ليس بيدك، الأمر ليس لك، الأمر ليس لك، هذه أمور لله سبحانه وتعالى، فنسأله العزة والرفعة والغنى والتوفيق والسداد. آمين آمين. اللهم صل على من عادانا وعلى من ظلمنا. أسأل الله تعالى أن تكون هذه الكلمات التي قلتها تجلكم بعض الحقائق إن شاء الله تعالى، تجلكم بعض النور بإذن الله سبحانه وتعالى، أن الأعداء الآن في المغرب ويترأسهم خارج المغرب، أن السياسة هي فرق تسود. وأقول للإخوة لا أحرضهم، فإني أعلم أن النفوس من جبلت على التقاعس لن تحركها كلمات، من جبلت على الجبن لن تحركها كلمات، والنفوس الأبية التي لا ترضى بالدون، فإن الحق أصبح عندها ظاهر، ولكن مع معرفة الحق وجب أن تسلك مسلكه وأن تسير عليه وأن تدب على أهله، لأن هذا دين، لأن هذا دين، أن نقول للظالم ظالم، هذا دين، وإلا فهي الدنية. والحمد لله الذي أعزنا بالإسلام، وأسأل الله أن يوفقنا لكل خير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.